هوية بريس نحو إعلام هادف. إذن للشهر السابع على التوالي قلت يستمر هذا العدوان الغاشم على غزة، على المدنيين الأبرياء، على العزل. في الوقت نفسه تستمر بطولات المقاومة الفلسطينية التي سطرت بمداد من الفخر والاعتزاز جولات من الانتصار على هذا العدو الذي عجز عن مواجهة المقاومة فانتقم من العزل ومن الأبرياء ومن النساء ومن الأطفال. طبعا آخر ملاحم هذه البطولة كان أمس يوم يعني قدمت حركة حماس موافقتها على وقبولها بصفقة إيقاف إطلاق النار وتبادل الأسرى، لكن بالمقابل هذا القبول كان بمثابة ورطة للكيان الصهيوني المتورط أصلا في هزيمته الأخلاقية وهزيمته العسكرية، الذي إن قبل بالصفقة سطر هزيمته وإن رفضها أيضا أكد هزيمته. لا أدل على ذلك من هذا الهجوم الوحشي البربري على رفح واقتحام بوابة ميناء يعني رفح التي تشكل المنفذ الأساسي لغزة والإغلاق النهائي لهذا المعبر من أجل الانتقام أمام هزائمه أمام المقاومة الفلسطينية. طبعا هذا الهجوم ليس له من تفسير سوى الانتقام أمام هزيمة لا يستطيع العدو أن ينكرها، طبعا لأن الضغوطات الدولية والهزيمة الأخلاقية أصبحت اليوم بادية للعيان. الانتفاضة الطلابية في الجامعات الولايات المتحدة الأمريكية وامتدادها وانتشارها إلى باقي الجامعات في العالم يشكل ضغطا قويا على العدو الصهيوني وعلى حليفته الولايات المتحدة الأمريكية، التي بدا واضحا أنها بدأت تحاول أن تضغط في اتجاه إيقاف إطلاق النار وإيقاف هذا النزيف المستمر، هذه الورطة التي لم يعد الكيان الغاصب نفسه يعرف كيف ينهيها. طبعا اليوم ما نشاهده من اعتداء على معبر رفح يؤكد من جديد أن مفهوم القانون الدولي وسيادة الدول أصبح يعني مفهوما متجاوزا أمام إغلاق أعين المنتظم الدولي على هذه الخروقات التي نشاهدها في غزة منذ بداية هذا العدوان ووصولا إلى اقتحام معبر رفح الذي مرغ سيادة الدول المجاورة في الأرض. وبطبيعة الحال هذا كله لن يعني يمنع من التأكيد على النصر البين والباهر للمقاومة الفلسطينية والصبر البطولي للشعب الفلسطيني، الذي أكد للعالم مرة أخرى أن القضايا العادلة لا يمكن أن تطمس بصفقة قرن أو أن تطمس باستعمال القوة. القضايا العادلة لها رجال ونساء ولها أبطال يستطيعون أن يؤكدوا عدالة قضيتهم برغم تضحيات الجسام والدماء الزكية التي أريقت فوق تلك الأرض، فإنها تؤكد عدالة قضية الفلسطينية التي أصبح العالم كله اليوم مناصرا ومساندا لها. هوية بريس نحو إعلام هادف.